الاهلي بيتفوق على سان داونز 2-0 في استاد القاهره بعد مباراه كبيره جدا للاهلي. شوطها الاول كان مقلق لبعض الاشخاص وشوطها الثاني كان ممتاز من بعض اللاعبين، وفي لاعبين كانوا عاملين ماتش عالمي. هنتكلم في كل حاجه النهارده، سان داونز يلعب ازاي في ماتش يوم السبت الجاي، والاهلي ازاي تصدر الشكل الاول، والاهلي لعب ازاي النهارده. هنتكلم في كل حاجه. سيبنا نخش طبعا، انزل اعمل لايك وسبسكرايب في القناه واشترك فعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. الاهلي النهارده بدا بتشكيل اللي بيبدا بيه على طول، محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، ومحمود متولي الاثنين قلبين دفاع، ناحيه اليمين احمد فتحي، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين في نص الملعب ديانج وسوليا، قدامهم قفشه، على الشمال اجاييه، على اليمين حسين شحات، وقدام مروان محسن. الاهلي كان داخل في ضغط على اللعيبه، اللعيبه مضغوطه، اللعيبه متوتره، اللعيبه مستعجله، اللعيبه عايزه تجيب جون بسرعه، وده شفناه في كذا لاعب. شفنا التوتر ده باين جدا على عمرو السوليه، مش قادر يشتغل، مش قادر يلعب بمستواه، كان التوتر جدا جدا باين عليه. حسين الشحات متوتر لاعلى حد، متوتر جدا، وكان طول المباراه كان سيء جدا، وده اللي كان بيخلي شكل الاهلي ولا عارف يعمل ضغط عالي، ولا عارف يحافظ على الكوره، ولا عارف يسدد على المرمى، ولا عارف يعمل اي حاجه من اللي بيعملها في الماتشات العاديه. الاهلي كان بادئ المباراه مستعجل، الاستعجال والتوتر ادى ان الشكل بتاع الاهلي الشوط الاول يطلع شكل باهي، مفيش شكل، الشكل يبقى مقلق، اللي انت تبقى خايف الشوط الثاني يحصل حاجه عكس اللي انت كنت متوقعها، مع ان الشوط الاول كان في بعض اللاعبين في الملعب كويسين جدا. علي معلول كان عامل مباراه جيده جدا الشوط الاول، ديانجو وقفشه هما الاثنين كانوا مساندين نص الملعب نوعا ما شويه، لو قفشه ما كانش موجود في الملعب كان ممكن تلاقي ديانجو لوحده في نص الملعب وسايح في وسط لعيبه سان داونز. لكن النهارده شفناه ان لعيبه الاهلي وكان قفشه وديانج بيحاولوا يساعدوا بعض نص الملعب، وقفشه مع انه ما كانش ظاهر جدا هجوميا الشوط الاول، لكن كان بيساعد ديانج كويس جدا، وكان بيساعده في الادوار الدفاعيه كويس جدا، وكان قافل نص الملعب معاه كويس جدا. وكمان ناحيه الشمال علي معلول كان مشغلها كلها، لان اجاي في الشوط الاول ما كانش ظاهر، كان اجاي برده متوتر جدا، كان في ضغط كبير جدا على لعيبه الاهلي، وبالاخص كان في بعض اللعيبه اللي بقول لكم عليها. وكمان في لعيبه مش الطبيعي يا جدعان، يعني احمد فتحي مشطب كوره بقاله سنتين ولا بقاله سنه، يعني ما لهاش لازمه. كنت تلعب محمد هاني كان هيفيدك على الاقل هجوميا، لكن احمد فتحي عارف اللي هو بيلعب عشان الحته الدفاعيه عنده اقوى من محمد هاني، لكن كان المفروض تلعب محمد هاني اللي هو هجوميا، انت عايز لاعب هجومي، عايز تجيب واحد واثنين وثلاثه واربعه. الشوط الاول كان شكله سيء الاهلي، لان كان في بعض اللعيبه عماله تضيع، حتى مروان محسن جاله كوره وجاله اثنين وجاله ثلاثه وضيع ضيع ضيع ضيع، كان الاهلي قادر الشوط الاول يخرج اثنين ولا واحد او اثنين على الاقل. لكن الشكل العام بتاع الاهلي ما كانش مؤدي ان هو ممكن يكسب المباراه من الاصل، يعني كانش الشكل العام مؤدي ان انت هتخرج خسران، هتخسر متعادل، هتخرج متعادل، هتكسب 1-0 بالعافيه. لكن معلول ادى الى الشكل اللي احنا شفناه في الشوط الثاني. الشوط الاول ما فيهوش كلام كتير، ان انت توتر لعيبه الاهلي ادى ان ما بقاش فيه شكل للعيبه الاهلي، ما بقاش فيه ضغط عالي، ما بقاش فيه استحواذ على الكوره، ما بقاش فيه تسديد على المرمى، ما بقاش فيه كل الكلام ده. لكن الاهلي كان خايفين السان داونز يخطف بالمرتدات، وسان داونز موسيماني بيلعب 4 4 2 كلاسيكيه جدا، واقف في نص ملعبه مضيق مساحات وعاوز يضرب الاهلي بالمرتدات، وكان بيحاول يخترق من عمق الملعب، من عمق المدافعين، واخترق فعلا مره واثنين من عمق الملعب من عند ياسر ابراهيم ومحمود متولي، اخترق مره واثنين، لكن ضاعوا والشناوي كان بيتصدر الكور بسهوله. لكن لولا ان الشناوي بيتصدر الكور بسهوله كان الاهلي لبس جول، وده اللي خايفين منه بقى في ماتش جنوب افريقيا، ان انت في ماتش جنوب افريقيا يحصل اللي حصل النهارده، الاهلي يبقى مرتبك، الاهلي يبقى متوتر، سان داونز مش هتسمع عليك في ملعبك، خصوصا ان انت تلعب في جنوب افريقيا الساعه 3 العصر، وسان داونز بيحب المعده كويس جدا، وموسيماني بيعرف يلعب في المعده كويس قوي، هتلاقيه ضغطك، هتلاقيه بيضغط من كل ارجاء الملعب، بيضغط على حامل الكره بشراسه، هتلاقيه بيلعب بالعمق وبيلعب على نقط ضعفك كويس جدا، فلازم تبقى تستغل الحته دي. هتلاقي ان القاهره كسبان 2-0 بره، لازم تستحوذ على الحته دي، ولازم تلعب الحته اللي انت متقدم باثنين، ما يخش فيك ثلاث جوان بسهوله. والشوط الاول لما خلص 0-0 المخاوف ابتدت تكبر اكتر واكتر عند جمهور الاهلي، كله ابتدى يقلق، كله بيقول الاهلي وحش، كله بيقول الاهلي ربنا يستر، لعيبه لازم تخرج، حسين شحات لازم يخرج، عمرو سليه نوعا ما ممكن يخرج، لعيبه لازم تخرج من ارض الملعب بكل تاكيد. خلص الجيل الثاني الشكل اتغير بقى نوعا ما، تحس ان لعيبه الاهلي ارتاحت، خدت على جو الجمهور اللي في الملعب الكتير جدا ده، حتى في افريقيا في ماتشات دور المجموعات ما كانش بيبقى جمهور كتير جدا، لكن النهارده كان الجمهور كتير، والضغط كان على اللعيبه اللي هي بتلعب سان داونز كان التوتر زياده الشوط الاول، لكن الشوط الثاني اللعيبه ابتدت نوعا ما تهدى شويه، لعيبه تاخد
تاخد نفسها، اجاير ابتدينا نشوفه يفوق، ابتدينا نشوفه تاني. علي معلول طول المباراه عامل مباراه جيده، عامل مباراه عالميه، اللي رايح جاي رايح جاي رايح جاي. والجون اللي جه حتى جه من علي معلول، انت جيت قعدت للدقيقه 60 بتحاول تضغط على سان داونز، ضغط مباشر، ضغط عالي، ضغط عالي. وبرده كان في بعض اللعيبه متوتره زي حسين الشحات اللي كان سيء جدا طول المباراه. علي معلول بينقذك بالجون اللي جابه، اللي هو بيعمل 1 2 مع جهير، جهير بيلعب الكره من بين رجلين اللاعب، تيجي علي معلول على طول في اونيانجو الجون الاول 1-0 الاهلي. بعد ال 1-0 الاهلي اكتسح الملعب، سان داونز تراجع اكتر واكتر لانه كان بيحاول ما يخشش في الجون الثاني ويحاول يحافظ، وابتدى يتراجع 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 الى ان جه الجون. جه الجون الثاني بقى بضربه الجزاء، اللي هو انت الجون اللي جه الاول خلى سان داونز يتراجع قوي لورا، وابتدى يتراجع اكتر اللي هو خايف يخش في الجون الثاني، لكن ضغط الاهلي ولد ان يجي الجون الثاني. وكمان تغييرات الاهلي كانت كويسه جدا، خرج حسين الشحات ونزل وليد سليمان، وراح مخرج بعديها مروان محسن ونزل بادجي. تغيير بادجي ومروان محسن دي كويسه جدا، لان بادجي اول لمسه ليه جاب ضربه جزاء، اللمسه الاولى عمل وان تو مع جهير، خد الكوره جري ضربه جزاء، ضربه جزاء، ضربه جزاء. علي معلول دخل حطها معلمه معلمه معلمه، دخل تك في سقف الجون. الجون الثاني للاهلي، والاهلي بعد الجون الثاني كان يقدر يخرج المباراه 3-4 بسهوله، لكن تضييع الفرص ادى للشكل اللي بتبقى 2-0. انت احمد فتحي ضيع كوره، وليد سليمان ضيع كوره، قفشه ضيع كوره، جاي ضيع كوره، بنجي ضيع كوره، علي معلول حتى ضيع كوره، كله ضيع ضيع ضيع. كان ممكن تخرج المباراه 3-4 يريحوك جدا في جنوب افريقيا. 2-0 مش سيئه، 2-0 مش سيئه تماما، لكن ان انت تبقى 2-0 ضد سان داونز اللي كسبان في ارضه قبل كده الزمالك 3 وكسبان اهلي 5 لازم تخاف، لان الاهلي بنشوفه بره ارضه في افريقيا بالذات في خلل، في خلل كبير. شفناه ضد بلاتينيوم، شفناه ضد النجم، شفناه ضد الهلال، في خلل. اول ما الاهلي بره ارضه بالذات بيضغط عليه ضغط عالي، حتى جوه ارضه لو بتضغط عليه ضغط عالي بتبان المشاكل عند الاهلي. فربنا يستر في ماتش يوم السبت الجاي بتاع الساعه 3 العصر، المباراه تبقى صعبه جدا على الاهلي، انا حاسسها مباراه صعبه. بتمنى صعود الاهلي ان شاء الله باذن الله، يصعد من الدور دون ويخرج سان داونز، وبعد كده بقى نشوف هيقابل النجم ولا الوداد، بس المهم يخرج سان داونز. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه الاهلي وسان داونز، قول رايك انت في الكومنتس، ويقول لي كمان توقعاتك، هل سان داونز قادر انه يرجع في مباراه العوده يعمل ريمونتادا ويخرج الاهلي، ولا الاهلي حسم الصعود لدور نصف النهائي؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب وكمان اشتراك، وفعل الجرس عشان تجيلك حلقات اول باول. طبعا على السوشيال ميديا تحت في الديسكربشن تحت، وابقى مشاهد على فيسبوك، ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.